أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف، أتمنى أن تكونوا بخير. سنتابع من خلال هذا الفيديو أخطر 6 مهن في تونس، ستفكر كثيرا قبل أن تقرر العمل بها. نشرت مجلة هافينغتون بوست الأمريكية تقريرا حول أخطر المهن، واعتمادا على هذا التقرير ومعدلات حوادث الشغل وكذلك بالنظر إلى طبيعة العمل، سنستعرض أخطر 6 مهن في تونس. في المرتبة الأولى الجيش الوطني. لا يختلف 2 في أن العمل في القوات المسلحة التونسية وخوض الحروب من أخطر المهن على حياة الإنسان نتيجة احتمال التعرض لمختلف الإصابات وحتى القتل، وخاصة في ظل المعارك مع المجموعات الإرهابية في تونس منذ الثورة. تعتبر مهنة الجندي الأخطر في تونس، ونسأل الله أن يحمي الجيش الوطني التونسي من كل سوء. في المرتبة الثانية مهنة جمع العقارب. للأسف هذه المهنة التي قد لا يسمع بها الكثيرون منكم هي متواجدة في الجنوب التونسي وتحديدا في منطقة بني خداش، أين يشتغل العديد من الأطفال بجمع العقارب وبيعها للمخابر في تونس، وتعد هذه المهنة شديدة الخطورة على ممارسيها. في المرتبة الثالثة مهنة العناية بالتماسيح. هذه المهنة موجودة في تونس وخاصة في الحدائق الوطنية، كما تشاهدون هذا العامل في حديقة التماسيح بجربة مكلف بالعناية بالتماسيح وإطعامها عن قرب دون أي حاجز، وهو ما يجعل نسبة الخطورة مرتفعة جدا، والتعرض لهجمات خطيرة ممكن في أي لحظة. في المرتبة الرابعة مهنة عمال البناء. تتنوع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها عمال البناء، فموقع العمل يعج بالأخطار التي تهدد صحتهم وحياتهم، مثل احتمال السقوط من المباني العالية أو التعرض للصدمات الكهربائية والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى استنشاق الغبار الضار بصحة الرئتين. كل هذا يجعل مهنة عمال البناء محفوفة بالمخاطر. في المرتبة الخامسة عمال الإطفاء أو الحماية المدنية. أن تواجه الحرائق الكبيرة وتحاول إطفاءها هو أمر قد يعرض حياتك للخطر ولإصابات بحروق خطيرة واستنشاق غازات سامة ناتجة عن دخان الحرائق. بالتالي فإن مهنة عمال الإطفاء تمتاز بأخطار كبيرة. في المرتبة السادسة والأخيرة صيادو البحر. تعتبر مهنة الصيد البحري في تونس من بين أخطر المهن، وذلك بالنظر إلى ارتفاع عدد المرات التي تغرق فيها سفن البحارة، وذلك نظرا للظروف الجوية السيئة في أعماق البحار، وكذلك إمكانية الضياع في البحر ممكنة. كل هذا يجعل من هذه المهنة محفوفة بالمخاطر. في النهاية نسأل الله أن يساعد جميع العاملين بهذه المهن وغيرها من المهن الأخرى، وأن يحفظهم ويبعد عنهم كل سوء. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم الفيديو. الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.